خلينا في البداية نطمن حضراتكم كده على أخبار الجو ونروح هيئة الأرصاد، خصوصا أن طبعا من بكرة في تحذيرات أن في تقلبات جوية، الجو مش مستقر. خلينا نروح نشوف الجو عامل إيه خلال الأيام الجاية. أحمد فاروق هيكون مع حضراتكم مدير مركز التحليل الجوي من هيئة الأرصاد، وهرجع لكم بعد كده. صباح الخير أستاذة دينا، صباح الخير أعزائنا المشاهدين داخل وخارج جمهورية مصر العربية. بنقول أن النهاردة وغدا إن شاء الله حالة من حالات الطقس الجميل، اللي هي درجات الحرارة بتكون على السواحل من 21 إلى 22، الوجه البحري والقاهرة من 23 إلى 24، بينما يكون جنوب الصعيد هو اللي دافئ، تصل درجات الحرارة 28 و29. لكن نهيب بالسادة المستمعين والمسؤولين أنه في نهاية يوم الثلاثاء، بمساء يوم الثلاثاء وابتداء من يوم الأربع، في حالة من حالات عدم الاستقرار في الطقس الجوي مصحوبة بتكاثر للسحب الممطرة على شمال البلاد، تكون غزيرة قد تصل إلى حد السيول على العريش ورفح المصرية، تكون متوسطة على الوجه البحري والقاهرة وخفيفة على شمال الصعيد. برضو في أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين المصرية. هذه الحالة من حالات عدم الاستقرار مصحوبة بسرعات عالية من الرياح قد تصل إلى حد العاصفة، اللي هي بنقول من 25 إلى 30 عقدة على السواحل الشمالية، الوجه البحري والقاهرة بتكون بين 15 إلى 20 عقدة. كمان حالة عدم الاستقرار دي مصحوبة مع انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات، ليكون الطقس في النهار مائل للبرودة وفي الليل شديد البرودة. لذلك نحذر السادة المستمعين من حالة عدم هذه الاستقرار، ونحيط بالسادة المسؤولين باتخاذ اللازم في هذه الأحوال.